طبعا بدون شك لما بيحصل ان يكون ممثل وفي نفس الوقت بيمارس مهنة مختلفة ويعني ومتواجد فيها على الساحة بشكل كويس، الناس بتستغرب او ساعات يعني بيتسألوا هو انت استاذ جامعة بالنسبة لي انا ولا ممثل؟ فبقول لهم والله انا استاذ جامعة كمهنة، انا ممثل كهواية، انا ممثل هاوي ولست بمحترف. ليه بقى؟ لان الوقت اللي عندي بيبقى مخصص جزء منه لشغلي وجزء منه لهوايتي. بالاضافة اللي بتحصل لي مشكلة بقى لما ادخل مدرج لسنة اولى. سنة اولى بالذات اول ما يشوفوني بيتصدموا لان اول مرة يشوفوني وسنة اولى انت عارفة ليها فرحة، كل الطلبة جاية تحضر بقى وبتاع. فاول ما يشوفوني المدرج كده كله بيقعد يكلم بعضه يتساءلون يفكرين هل هو ده بتاع دور فاميلي ولا مش هو. فلذلك عشان يعني خلاص اقول لهم والله هو ده الممثل اللي انتوا عارفينه، هو بغباوته هو. ليه بقى؟ اقول لحضرتك ليه؟ لان لو انا ما قلتلهمش من الاول كده مش هيركزوا معايا في المحاضره. نمره واحد، نمره اتنين، هم بيقعدوا يسالوا بعض هو ولا مش هو، ويمكن عشان التصق في باور فاميلي بتاع جانا الباني التالي فبقى ده تقريبا اسم الشهره يعني. أيوة. او النيك نيم زي ما بيقولوا. لكن في النهايه في يعني ممثلين بيمارسوا مهن تانية بس يمكن تكون التمثيل